مزرعة معزوزي ببلدية رجاس بولاية ميلا عرفت مسار استثمار جديد وهام مس عدد كبير من مرافقها بعدما اندمج فيها مستثمر من المنطقة استفاد من مشروع شراكة في إطار قانون الامتياز الفلاحي رسم من خلالهم مخطط تجديد هذه المزرعة وبعث الديناميكية فيها مجددا. تمتد المزرعة على مساحة 1074 هكتار. هذه الصور تبرز حالة المزرعة قبل بداية عملية الشراكة. تدهور وتراجع في عملية الاستثمار وحالة اجتماعية صعبة للعمال. أنا ولد فلاح وفلاح، المزرعة ما لقيت فيها ولا حاجة هنا، يعني ما كانش حديدة ما كانش. قبل الشراكة تستغل 300 هكتار، بعد الشراكة طلعت 800 هكتار. وهذا راجع لاسترجاع 200 هكتار كانت مستغلة بطريقة غير شرعية من طرف أشخاص عن طريق العدالة، استرجاع 70 هكتار كانت مستغلة مفرغة عمومية من طرف البلدية، واستصلاح أكثر من 350 هكتار. المزرعة كان بها سابقا 15 عاملا فقط. عملية الشراكة رفعت من عدد العمال إلى 100 عامل دائم و 280 عاملا موسميا. منذ بداية عملية الشراكة رسمت المزرعة مخططا استثماريا مميزا امتدت قيمته إلى مختلف أنشطة المزرعة، اللي هما بيرمونو حوالي 100، والسيزوني راكم شفتوهم تقريبا انطر 300 و400 اللي هما سيزوني. المزرعة تعاني بشكل كبير من نقص الماء رغم مرور قناة سد بن هارون على بعد أمتار منها. تجاوزا لمشكل المياه تم إنجاز مجمع مائي يتسع لأربعة آلاف وخمسمائة متر مكعب من المياه. المزرعة سابقا لم تكن تقوى على زراعة سوى 350 هكتار من الحبوب. مساحة هذه الزراعة تجاوزت اليوم 800 هكتار من تكثيف للبذور. معدل الإنتاج تضاعف ثلاث مرات وانتقل من 15 قنطار في الهكتار إلى 40 قنطار في الهكتار. المزرعة سابقا كانت تعمل بالبذور العادية، أما اليوم فهي تعمل على إنتاج البذور القاعدية وما قبل القاعدية، كما تم استحداث زراعات البقوليات. وهذا بفضل احترام الطرق الزراعية، استعمال المبيدات ومحاربة الأعشاب الضارة، استحداث أصناف حديثة. المزرعة كان بها أيضا 120 رأسا من الأغنام، لكنها تعد اليوم أزيد من 2000 رأس من سلالات الجلال. كما تم استحداث لأول مرة بالمزرعة تربية الأبقار، فتم إنجاز مركب هام وعصري يتسع ل200 رأس من الأبقار الحلوب ومثلها من أبقار التسمين. دير الغنم حوالي 2200 رأس غنم، رأس ولاد جلال. عندي البقر يعني حوالي تقدر تقول 200 بقر حلوب، يعني اللي راهو تحلب. كاينه حوالي 100 اللي راهي ما تحلبش، يعني جايه باش تولد. عندي تقريبا 200 عجل اللي هو تاع لانغريسمون، فيهم لوكال وفيهم تاع لامبورطاسيون. في المستقبل رانا معولين نزيدو نديرو توسيع للانتاج الحيواني في تربيه الابقار، تربيه الدجاج، اللحومه والبيوضه. تزودت المزرعة بقاعة حلابة عصرية. معدل إنتاج الحليب يتراوح ما بين 25 و30 لتر في اليوم. المزرعة تجهزت أيضا بمركب عصري للإنتاج الحيواني. المركب استحدثت فيه التكنولوجيا المميزة وسمح بتوظيف أياد عاملة جديدة من البياطرة والتقنيين المؤهلين. 110 هكتارات خصصت لزراعة الأعلاف لتربية الماشية، بالإضافة إلى جناح خاص بالانسيلاج ووحدة صناعة الأعلاف تعزيزا لهذه المهنة. تحتوي المزرعة على 26 هكتار من زراعة الزيتون، 170 هكتار منها قديمة كانت متواجدة بالمزرعة. بعد صيانتها تم غرس 40 هكتار من أشجار الزيتون من نوعية الشملال. إنتاج المزرعة من الزيتون تضاعف مما استدعى تجديد معصرة الزيتون بشكل كلي.
إنتاج الزيت يتراوح ما بين 40 و45 ألف لتر موسميا. الزيتون اللي راكم كنتوا تشوفوا فيه دروك حاليا يعني يديروا 4500 لتر سنويا. أنا اليوم نتحصل يعني من 45 ألف ل 50 ألف يعني سنويا. المنتوج يسوق اليوم محليا وفي أحيان كثيرة بصعوبة. الموسم الماضي تم تصدير جزء من الإنتاج إلى سلطنة عمان كأول خطوة لتجاوز مشكلة التسويق. قدمت وطبقت البلاند بزنس وما أكثر، يعني راكم تشوفوا دروك راكم تشوفوا في الكومبلكس تاع البقرات تاع البقرات تاع 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 الغنم، راكم تشوفوا في الفرما كيفاه يعني راه استصلاح. مازال نزيد نكمل في توسيع الاستثمار ان شاء الله. نتائج ملموسة بلغتها المزرعة اليوم بإسقاطات بارزة على تطور العديد من الأنشطة والشعب المتوفرة بها.